امبارح كنا بالبيت يوم اللي صار هزه ارضيه العالم كله الاولاد وبالو كله طلعنا لبرا وقفنا برا الخوف يعني اول صاير علينا خرب بيتنا ايش بدنا نسوي هزمنا بس مشان نخلص الاولاد مو مشان شيء يعني الخربات خربات معلش عادي بس خلص الاولاد هلا قاعدين بالخيمه يعني ما بنحسن نطلع بالخيمه بالليل ونهار بهالخيمه ما بنعرف ايمتى بتصير هذه الارضيه يعني ايش وين بنروح غير الخيام ومبارح لما صار الزلزال كنا قاعدين بالبيوت وطامت تطبطب علينا الحيطان وطلعنا من البيوت وهي بيتنا هون كله على الأرض تحب تفوت لجوا نفوت يابا صور ما في اي مشكله جوا فوت فوت تفضل هاي حيطان بيت الدرج كله طالع الحديد شعور ما بينوصف يعني خوف خوف النسوان خايفه ما الاولاد ما عاد بتصير تنام في البيوت وما في خيام يعني اكثريه العوائل بالشوارع